هل حضرتك من خلال متابعتك للشأن التركي شايف انه تركيا قبل 15 يوليو 2016 هي نفسها هتبقى تركيا بعد هذا التاريخ؟ لا اعتقد ذلك. نحن امام زلزال اقليمي كما قرات في احدى الصحف في الفقره السابقه، بل ان هو انقلاب اقليمي، يعني اذا كان استمر او وبعد فشل هو انقلاب اقليمي ولن ينتهي بكبسه زر، له اثار له تداعيات. اردوغان اصبح مستقبله ورقه، يعني لن يستطيع ان يقول ويصول في المنطقه كما يفعل في كما فعل في السابق. اردوغان اصبح مستقبله وراءه. ايوه. ولن يستطيع ان يقول ويصول في المنطقه في البحر الاسود، يتشاجر مع 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 ارمينيا، يتشاجر مع ويساند اذربيجان ضد ارمينيا. عنده حرب داخلي دلوقتي. ايوه، اصبح تركيا الان عليها ان تنكفئ في الداخل، تعيد النشاط للاقتصاد، تعيد النشاط للسياحه، يعني هو تصالح مع روسيا من اجل السياحه فقط.